تحيتي. احنا اليوم موجودين في المتلف، في منطقة المتلف، في قرية اسمها المدحضرة. المدحضرة قرية جميلة على تل رائع جني على الأرض. بدنا نعمل جولة في قرية المدحضرة اللي فيها أثارات جميلة وقديمة وأثارات لبيوت ما زالت موجودة أمامنا هون. تعالوا نعمل جولة في قرية المدحضرة. صباح الخير وأسعد الله أوقاتك. صباح الخير أخي العزيز أبو عبيدة محمد صادق جبارة. إحنا موجودين في قرية المدحضرة. أيوة. يعني خلال جولة أنا وياك هون في هالبلد ذكرتني في كفر برعم والأثارات اللي في كفر برعم. بلد جميل وأثارات شيء مش معقول، وهاي البلد تم تهجيرها في العام 48. أنا في هاي البلد المدحضرة. المدحضرة طبعا. منين اللي اجى الاسم أول شيء؟ المدحضرة يقال إنه من كثرة المياه، وإحنا في منطقة مرتفعة، فكانت المياه كلها إيش؟ تنزل تسح عند السهل. تدحضر. تدحضر شوي شوي. أيوة. شوي شوي شوي. تدحضر الدحضر. الدحضر. أيوه. بسموها المدحضرة. يا الله ما أحلى هالاسم. طبعا. و هنا من احنا اذا بنطلع على المنطقه هون، منطقه المدحضره، من هون من الاماكن الاثريه الموجوده، وبجانبنا على اليمين الشيخ مشرف، وبنشرك الى شركه، هاي كلها منطقه المدحضره بسموها. اي نعم. طب اذا احنا بنشوف عمليا المدحضره في اثار بيوت، يعني واضح انه الارض كيف احد القرى بالجليل اسمها كفر عنان ملاني فخار. طب أهل كفر عنان بالشمال جنب فراضي كانوا يصنعوا الفخار، ولكن هون الفخار ملي الأرض، هذا يظهر إنه البلد أثرية أيضا. هون هي بلد أثرية، يقال إن هاي كل هاي الآثار اللي بنشوفه من أيام البيزنطيين، وش بقول في العهد اللي قبل البيزنطيين الروماني. الروماني بالضبط. أيوة. هسا إذا بتطلع أنت هون الحجارة، نوعية الحجارة اللي موجودة، كديش ضخامة الحجر وشو شكل البناء يدل على انه بناء بيزنطي. اي نعم. وايضا اذا احنا نظرنا وين يعني شاهدنا وين الشيخ مشرف راح يصور هناك، بالضبط بنشوف الفسيفساء اللي موجود هناك. في كل الـ 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 يعني الـ الـ المنطقة مرصوف في رصف في احنا الفسيفساء. كنا نقولها الزواقيت، الاحجار الصغيرة ها عشان يرصفوا الأرضية عشان يكون تكنيسها والعيش فيها. ما زبط، كلها رصفت في الحجارة الصغيرة المربعة، احنا بنسميها الفسيفساء عندنا. اي المكعبات. هاي المكعبات، وهنا جرت كثير حفريات. اي نعم. هنا مشان ايش؟ التنقيب على الآثار من سلطة الآثار، فهم بيقولوا انه هاي منطقة بيزنطية، وهنا تقطر فيها الآبار والمكهوف. وايضا احنا انا بلاحظ انه في مسرح كان صغير، اذا بتطلع انت على الشكل الدائري. أيوة. الشيخ مشرف. وين الشيخ مشرف؟ مزبوط، لانه دائما في شكل اللي هو روماني، زي تقول مسرح روماني دائري. هنا بدل انه كان في مسرح صغير. كانت بلد هنا يعني بلد شاسعه، يعني في تجد فيها كل الاشياء عدا عن الحقول والكروم، وانا عارف كل الاشياء اللي كانت مزروعه. ليش؟ اول شيء ارض خصبه، ارض جبليه بالنسبه للوزيات، وبعدين كثره المياه اللي هون. سبحان الله، احنا قاعدين تحت اللوزي. اللوزي يعني عم بتنور شوي شوي، بس ما في اجمل من زهر اللوز احيانا. بس لما تعمل جوله اسا بالجليل اكثر من هون. بختلف من مكان لمكان. من مكان لمكان احنا عندنا، لانه هنا احنا اول شيء اللوزيات بدهن بروده.
وبده بنياه اكثر. عندكم انتم الجو ابرد من المنطقه اللي عندنا. ممكن ايوه صحيح. واحنا هاي اللوزي، اللوزي تشهد على على جذور البلد، البلد المدحضره. المدحضره طبعا، وعلى السكان احنا دائما معروفين. اما اذا بتشوف شجره تين او عنب، هاي التين او بالضبط شفت هاي التين ما شاء الله، هاي شجره التين هون بجانبنا، هاي التين، وهي تدل على ايضا بقائنا في هذه البلاد وايضا جذورنا. حكينا على الموقع الاثري الجميل لهي البلد. احنا بنطلع اذا هنا على الاثار، هنا اجريت حفريات كثيره. نعم. فاحنا بنلاحظ هنا البناء القديم وبشكل هندسي مزخرف حلو جدا. أيوة. طبعا احنا من الدمار لا نرى ذلك، ولكن اذا انت بتتمعن في هاي الامور ترى البيوت القديمه، طلع كيف بناء البيوت انت بشكل عام. مقام الشيخ مشرف بني على انقاض كنيسه بيزنطيه، انقاض كنيسه. دليل على ذلك انه احنا شفنا الفسيفساء، يعني احنا من 1000 و 1500 سنه في هاي البلد. مزبوط. ما يعجبني ايضا كمان مره الاشجار اللي موجوده هي تدل على ان هاي هي بلد عربيه. صحيح. وبلدة الطيبة، احنا بنعمل من كل بلد، احنا بنكون انه هاي للطيبة، ودليل على ذلك هم في هنا ناس اللي هم قاعدين بصيفوا، قاعدين هم تحت الاشجار. هيو يعني الاخ هذا يوسف الجعروني هذا موجود. يوسف الجعروني ايوه هذا موجود. الارض له هون، هذا قاعد هذا هون مهددة بالمصادرة. هو بيقول انه هاي احنا بنزرعها، وانا اما صادرت بعض اراضيهم، بيقول انه صادرت بعض اراضيهم، اما هو بيقول هاي احنا بنلقطها، وهي الامور ان هاي الارض وانا موجود فيها يوميا، ببكى هنا وبعزل وبشتغل وبسوي. هو موجود هنا يعني كل يوم صباحا بكى موجود هنا كل يوم صباحا. صباحا خايف على الارض. هو ايضا مش خايف على الارض، ايضا هو المنطقه حلوه وجميله جدا، جنه يعني، هو مبسوط في هاي المنطقه جدا جدا. طيري غربي غربينا يعني، اذا تطلع انت على طريق الساحل انت بتشوف امامنا الطيري. والبحر والبحر ايضا اذا كان يقولوا اختريتنا يقولوا اذا الطقس منيح انت بتشوف البحر. يعني كم البناء العمارات هاي كم البناء هاي البنايات كانت تشوف انت البحر اذا كان الطقس حلو جدا. اي منطقه في الجليل انت بتوقف والطقس صافي انت بتشوف البحر. مزبوط. بتشوف البحر من راس النقوره حتى الكرمه. صح طبعا. وهي البلد اللي اسمها سور اسحاق، وبلد حديثي بنت على ارض المدحضره. اي لا هو مش بلد المدحضره، المنطقه احنا كنا لشرقة ايضا. أيوة. في هنا من منطقه الطيبه، هي بنيت على 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 اراضي الطيبه هاي البلد. بلد طبعا هاي بكو انا كثير من اللي اختاري يقولوا هاي كنا نزرعها، فكان في زيتون فيها وكان فيها زي الاشجار اللي بتشوفها حوالينا. طبعا وهي الشجره زي ما انت حكيت تشهد. مزبوط مزبوط طبعا على وجود الاهل اللي كانوا هون. هو وتم تهجيرهم. وهي اللوزي ما جابوهاش من بولندا. لا وهذا الحجر اللي مسكوا الختيار وسند وسنسل سنسل سنسل هاي السنسله احنا من كلها سنسله مش سلسله سنسله ليش سنسله من مسلسل. صح صح هاي واحد. اثنين اذا بتلاحظ انت ايضا اي نعم اختريتنا ما خلوش شيء الا يعني كلوه، يعني الحجر ايضا بيشهد اي نعم انه هذا هو ايضا بناء عربي من الاختري اللي كانوا يسنسلوا يرتبوا يزرعوا. فمبسوطين في حياتهم في الزراعه ولا الفلاحه. جميل جميل. واهالي المدحضره قديش كان عدد السكان هون؟ تقريبا 200 نسمه. في 200 نسمه في 200 نسمه في المدحضره. ولم يبقى ولا واحد في هالمنطقه هسه. فيش حدا الا انا بيجي بصيف وتصيف، يعني بيجي مع اولاده بيجوا على مثلا ايام موسم الزيتون، وزي الاخ اللي تحدثنا عنه احنا. أيوة. دائما بيبقى موجود هون. طيب اخ يوسف ابو عبيده ننزل نشوف نعمل جوله لتحت. هنا بنيجي على منطقة المجدل. منطقة لا بدنا نشوف على المغر. وحكيت لها في بيار منطقة في البيار. انا منطقة المجدل. إذا بدنا نسلي احنا نيجي نحكي عن نكمل حديثنا عن المدحضرة، بدنا نحكي عن الشيخ مشرف وعن المنطقة. نروح عند الشيخ. يلا تفضل.
عبيدة. أيوة. إحنا موجودين جنب قبر الشيخ مشرف. مشرف اللي حكينا هناك وإحنا هون تحت اللوزية حكينا إنه بني على أنقاض كنيسة بيزنطية قديمة. طبعاً. ولكن إحنا بالفعل شايفين الأطار الجميلة الأحجار، يعني شيء خيالي. شو هالأحجار الجمال تبعت هاي البلد؟ طبعاً الشيخ مشرف يقال إنه هو محارب كان من جنود صلاح الدين الأيوبي. نعم. وسكن عند إخواننا اللي من الطيبة هنا في هاي المنطقة، وكان ولي صالح. سكن مع أهلي الطيبة طبعاً. البلد. طبعاً طبعاً طبعاً. لأنه إحنا من حكينا إحنا إنه أيوه. سكان الطيبة هاي جذورهم وهم هاي بلدهم، معناته هو أجاه وسكن عندهم. وكان كنا ولي صالح، والمقام يختلف عن القبر. المقام كان وظيفته إنه يعني المقام اللي في داخله القبر كان لبعض النساء، واللي كان في عقيدة في ذلك الوقت كان إنه اللي كانت ما تحبلش تيجي تذبح ذبيحة هون أو نذر أو نذر لكن واحد مريض ولكن بعد توسع الناس بالدين هذه العادة أو العادات أو التقاليد تقلصت بعض الشيء وانتهت. عندنا عدة مقامات في الطيبة ومنها مقام الشيخ مشرف. احنا بنحضر بالضبط هذا المقام، مقام الشيخ مشرف. احنا قلنا انه هو كان من المحاربي صلاح الدين الايوبي، كان ولي صالح ودفن هنا. ولحد اليوم اهل الطيبة كانوا محافظين على هذا المقام. واضح انه محافظين. بعدين الا بعد في المدة الاخيرة قبل 3 سنوات نبش هذا المكان وخاصة القبر للبحث عن اثار او عن اموال او شيء هيك. كانت ربما انه يجي الشخص يلاقي شيء معين. وانا شايف انك انت ماسك بايدك حجر. هذا الحجر كان يرسم فيه الارضيه. شفت انت كيف محلاه؟ شايف من هون شوي حتى هناك. اذا انت بتشوف البطول اللي فيه من الشيد ترى. مش بطول اصلا. هون اذا احنا بنطلع من نشوف هون الارضيات. اول شيء احنا بنشوف هسه تحت هناك الارض مرصوفات كلها بهذه الحجاره. احنا كنا احنا صغار نيجي ناخذ الحجاره من هون، وخاصه الفتيات الصغار. أيوة. نلعب لعبه العكال والامور في هذا الحجر. بدي اقول لك شيء واحد، طلع الحجاره كيف زخرفتهم وبنائهم، يعني كيف تصفيتهم مع بعضهم. اثنين زي ما كنا الحجاره الصغيره كانوا يعملوا منها الارصفه، يعني مساحات بالضبط عشان انت تمشي تقدر تمشي وللتكنيس ولهاي الامور. اعتقد انه هنا هذا المسرح انت طلع من شكله الدائري مزبوط. أيوة. وانت بتفهم في المسرح وبتفهم في التمثيل، حسب رايك شو انت رايك بتقول؟ انا يعني هن البيزنطيين او الرومان كانوا طبعا بسان كيساريا. كيساريا مظبوط. مناطق جرش حتى بشف عامر يقال انه كان في هناك في القلعه القديمه مظبوط، كان في مدرج روماني قديم. صح. جميل وواضح انه كان في مظبوط اثرات. مظبوط. وين كانوا الرومان بنوا مسرح؟ واضح انه وانا بقول هنا مسرح. ايضا اذا احنا شكل مسرح وهاي البلد الجميل شو هالجمال يا الله. انت 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 خذ ليش هم اختاروا هذا المكان؟ موقع. لانه الموقع هو احنا دير بالك احنا موجودين استمرار لسلسله الجبال اللي من السامره. أيوة. يعني من عمليه جبال السامر هي بالضبط على حدودنا بالضبط شرقيين بالضبط. استمراريه فهون كان ارتفاع كبير جدا، يعني هاي التل ارتفاع كبير. انت طلع تله مرتفعه، طلع انت بتشوف شو بتشوف؟ الساحل. الساحل الطيري امامنا، الكره المشافيم اللي هن المستوطنات اليهوديه موجوده هي امامنا. حتى نتانيا مدينه نتانيا بتشوفها كفار يونا. ليش احنا من بلد على انقاض هي قريه اسمها لليوم اسمها كان ام خالد بالضبط. هي هون لليوم هم ايضا في نتانيا بيقولوا ام خالد صحيح. اللي هو منطقه وين رزائيل هذا. أيوه. شارع رزائيل اللي كوات حليم موجوده ام خالد. صحيح. وهي البيوت جديده هون عمليه. هنا كانت في عائلات كثيره منها دار حسين المحسن، كانوا هاي لهم اراضي كثير هنا يزرعوهن هناك داخل البلد داخل القريه. هسه هنا السلطنه الجديده في اثار البيوت اللي هناك. هنا في بيوت اللي هم ساكنين هن يهود ليسوا من الطيبه. لا طبعا بس لا في اثار بيت هناك طبعا. انت ملاحظ طبعا طبعا عربية. طبعا اللي تم تهجيرهم في 48
انت بتطلع انت نوعيه الحجاره نوعيه هاي الامور. جميل. اذا احنا إن ننزل اخ سعيد احنا زمان كلنا اذا بننزل كيف نشوف كيف الفسيفساء الحجاره تعال نشوف اذا خدي جميله استاذ ابو عبيد. ايوه انا بعرف انك انت استاذ مدرسي والتقينا قبل واليوم استاذ متقاعد وتبحث في كل ما يتعلق بالقرى المهجره او الاثارات بلادنا واحنا اليوم زي ما حكينا وانا مبسوط ان انا معك هون في هاي القريه واحنا مبسوطين جميل يا الله انا مبسوط عامل رحله اليوم جوله مش جوله كل ما اطلع على قريه انا بعمل رحله شوف هاي الحجر طلع انت كيف هاي الفسيفساء احنا واقفين على ارض الفسيفساء على ارض مصاطب اللي او تعالوا نقول القلعه او الكنيسه البيزنطيه القديمه اللي هون الاحجار الجميله العمود الرخامي طلع العمود الرخامي انت وهذا بدل انه هو ايضا فتره الرومانيه او البيزنطيه طلع صحيح. شوف عند الحجر الرخام وعندك في لما نحن وين الشيخ المدخل الشيخ مشرف في عمودين رخام ايضا بدل على ذلك انه بناء بيزنطي لا تنسى انه ايضا في هاي المنطقه تكثر الابار المياه وانت عارف ليش الابار المياه كان ايضا تخزين للمياه الشتاء وفي ايام الصيف عندما ما فيش امطار طبعا ينشلوا المياه من هذا البير يشربوا منه ومنه يسكوا اغنامهم والمواشي اللي عندهم يعني بلد مش ناقصها شيء احنا بنلاحظ كل هاي المنطقه كانت هاي ايضا جبال تزرع فيها الكروم واللوزيات وايضا لا ننسى انه ايضا في لهم اراضي ايضا بجوز سهل سهل اللي القمح بالضبط للعدس للفول للحمص وفي فتره الصيف يتركوا هاي المنطقه ويصيفوا اي نعم مشان التين ومشان المكافي كل هاي الامور يعني الفلاح كانت حياته حلوه جدا المقات يعني مقتات البطيخ مظبوط والشمام والفكوس كل هاي الامور كان يصيفوا يعني في ايام التين يصيفوا من البلد بيوت البلد ما بقي بيوت لا فقط يعني احنا بيوت اهالينا اللي في المنطقه هون ماشي ولا شيء مبين اللهم ان الحل هي اللي موجوده الشيخ مشرف والابار والكهوف المغاير يعني اللي عندنا أيوة هناك في اثار بيت مزبوط اثار بيت فلسطيني وهناك في اثار بيت فلسطيني بالضبط يعني هاي اللي الاثار اما الدور هنا ما فيش ملام يبقى الا دائما في اي بلد اللي هي السكان تركوا هاي المنطقة تركوا منطقتهم بتلاقيش إن الأشياء الحجارة اللي بقيت لم يبقى أو الأشجار اللي موجودة لم يبقى أشياء اللي أنت تلاحظ عليها في ذلك إحنا مش لكن الأبار المغاير إحنا موجودين في منطقة الشيخ مشرف في المقام هاي اللي موجود لحظة شوي اسمح لي تفضل انا في شغلة بحبها لما بطلع على الطبيعة السيناريو امسك لي الحجارة السيناريو هذول الحجارة لا السيناريو شيء ثاني الله السيناريو قدامك طبعا هاي السيناريو مزبوط يعني هذا يعني بعدين اهل البلد لحظة ها يا الله عرفت شو بدك بدك الشمير انت ايوه حوشت انا اقول لك مروحنا على البيت مروحنا على شو بتسموا عندكم شومر ولا شمير؟ الشمير شيء ثاني هاي شومر الشومر طبعا التمر شو بدك اكثر مني؟ اذا انت زرت بلدنا وتاكل الشومر طبعا من قريه المدحضره واحنا والزعتر الزعتر اللي بين الصخور اللي بنحطه على الشاي اخرى شوي بنيجي عليه عشبه شاي عشبه الشاي واسمحوا لي اهالي المدحضره بعد اذنكم إني قطفت شوية شومر وأكلت من شومر بلدكم بس هذا يعني إن الشومر باقي والزيتون باقي والتين باقي واللوز باقي وحجار البلد باقية
وحتى المصاطب اكيد في المصاطب لما كان يجوا على الشيخ المشرف يقعدوا هنا يقعدوا. هي واضح انه كان يصيفوا هناك طبعا كان يصيفوا هنا يقعدوا هنا. انت مش شايف انه منطقه حلوه جدا حتى للجلوس هنا وامامك الساحل في احلى من هالمنطقه؟ لا تجد منطقه من هالنوع. يعني انا كل مره عم تحكي بقول لك المدحضر احلى هالاسم. انا بقول كيف الحجاره كان كيف الفلاح الطيباوي أيوة. كيف ينحت من الصخر هاي القصعه كيف ينحتها يرتبها صحيح. ويعمل زي مربع مشان ينزل الدلو في البير وينشله ويبقى المي شو صافي وشخرة امتلجي ايوه لقينا في الارض طبعا ها. واحنا شفنا فاجئتني انت هناك مسار المي مزبوط مسار وين المي. للبير لا المسار المي بينزل بينزل هون للبير هاي. المنطقة هاي للبير والبير الجميل شفت كيف حافرينه انت كيف انت نزل كيف الحفر بشكل انجاصه طلع كيف القطر بينزل بالضبط وبدا يجوف لتحت جميل جدا وحسب رايك ايضا تحت بيبقى مصبوب في شيء عارف ليش اذا احنا بدناش نصبه من الكاع بصير المي وين تنزل شو استفدنا بتلاقي اما صب في شيء يعني اللي هو مانع المي تنزل يعني لتحت او وصلوا منطقه صخريه وخلص الصخر ما بقدرش يفوت منه المياه يعني ما بقدرش جميل عم ابو عبيده استاذ ابو عبيده صديقي واخي حبيبي يعني لا يمل وكنا بتمنى ان اسرحين نفوت شوي هيك ها نجول انا وياك الغد ها ولكن الف شكر لك اللي جبت على هاي البلد لمدحضره وتعال انا وياك نعمل جولة وشكرا لك أخ سعيد ما أجمل هالبلد وهيك ننهي جولتنا في قرية جميلة في بلد أو قرية المدحضرة وخلف آثار البيوت القديمة اللي بقيت وما زالت شاهدة على هذا البيت وإلى اللقاء من قرية المدحضرة إلى مكان آخر في الوطن.